تعالى يا اخوانا، انا بدي اسمع الكلمه من اخويا ابو العبد قدام الكل. هل تتصدق بدم ابنك؟ الله اكبر ولله الحمد، 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 الله اكبر ولله الحمد. اخونا ابو العبد بتحب تحكي كلمه؟ تفضل. مع أن الكلمات تنازع القلب واللسان، لكن نسأل الله أن يثبتك إن شاء الله. أمان يا أخوان من كل المتعاطفين معنا واللي بحبونا ومن أهلنا ومن أخوتنا، أمان بطلب اللي بحب الله بحب هذا ما يقتل ولا ياخذ بالقهر، لانه الله اكبر للكل. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. خذوا مثال واحد، شروان سموه بالجزر سفاح، قد ما هتك بالام العربيه، ذبح سبره وشتيله وذبح الناس. يمكن دعوه مظلوم رفعت ايدها اكبر عبره، ما قدرتش دكاتره العالم تشفيه، كان اكبر اشي. وهذا اللي بطلبه من الله، انا بستعيني بالله المؤمن. الحمد لله. ما بطلب شيء الا من الله، الحمد لله رب العالمين، الله اخذ والله انطى. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلهم متعاطفين، اخته ما حدا يقتل ولا حدا شيء، بس مستعين بالله. ما بدنا شيء ثاني يا عمي. بارك الله فيك يا ابو العبد. انت اخوي وانت ابوي، وكلكم اخوتي وابوي، ونشكر كل اهل البلد اللي وقفوا معنا وفتحوا بيوتهم. ودورهم لكل لياتنا من هون، من عيلة الفخوري أهلنا ودائرة غنيم وحمدان وكل أهلنا وكل البلد ودار الجمعة الإخوان أهلنا وقربنا، ما دسروا ناس مواسونا بمصيبتنا أكبر إشي، ما حدا دسرنا كل توصينا من علوث من إخواننا من كل القرى العربية من هون ومن هون، ناس كثير كثير من الفحم من كل البلاد العربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. إخواننا أكبر ولله الحمد. أنا بدي صلوا على النبي إخواننا، أنا بدي أقول لأبناء أخوي الشيخ محمود، تعملوا تعملوا كذا، ولأخوته ولأولاد إخوته، هنيئا لكم بهذا الرجل، هذا الرجل